اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من قناه الباش مدرس، ورجعنا ان شاء الله بفيديو قوي جدا النهارده بعد انقطاع اكتر من 10 ايام ما نزلتش فيديو، وده بسبب اني كنت مريض شويه الفتره اللي فاتت. وشكرا لكل الناس اللي سالت عليا، وشكرا بمناسبه وصولنا لل 60,000 مشترك، وكمان ان شاء الله بالمناسبه دي هيبقى في زي جيف اواي قريبه جدا جدا، ف تابع الايام اللي جايه كويس جدا عشان هيبقى فيه جيف اواي كويس. ما تنساش طبعا تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك، عشان هنكمل ان شاء الله بعد الانترو وهنتكلم عن مشروع مربح جدا جدا ومشروع مهم من اهم المشاريع اللي ممكن تعملها على الانترنت. اهلا بكم يا شباب، رجعنا مره ثانيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مشروع قوي جدا، وهو مشروع انشاء موقع اختصار روابط. ناس كتير ما تعرفش يعني ايه اختصار روابط، وفي ناس برضو كتير عارفه يعني ايه اختصار روابط، فخلينا اوضح يعني ايه باختصار كده او بانجاز يعني ايه اختصار روابط، بحيث الناس الجديده اللي مش معانا على الخط او اللي مش فاهمه اصلا في شغل الانترنت وعايزه تعمل مشروع، احب بس اوصل لها الفكره على السريع. مبدئيا كده، حته انك يبقى عندك موقع اختصار روابط، هو عبارة عن موقع بسيط جدا، يعني هو بيبقى عبارة عن صفحة واحدة اساسا. طب الموقع ده اصلا وظيفته ايه او بيعمل ايه؟ الفكرة كلها شباب، ان انت كتير بتدخل تحمل العاب او بتحمل تطبيقات او بتحمل اي حاجة او اي فيديو بتشوفه على النت يبعتلك على لينك تروح تحمل منه وكده، بتلاقي دايما في لينك فيه اعلانات او شوية بانرات واعلانات وكده، وفي عداد صغير في 10 ثواني او 5 ثواني بيعد، وبعد كده بيوديك على الرابط التحميل او رابط الحاجة اللي انت عاوزها. كتير من اليوتيوبر كتير من الاشخاص بيستخدموا الطريقه دي. هتقول لي فعلا انا بلاحظ كده، طب ليه بيعملوا الحاجه دي؟ باختصار بيعملوا الحاجه دي لان الصفحه اللي انت بتعدي عليها كزائر او كواحد عاوز تاخد محتوى معين، الصفحه دي بيبقى فيها بعض الاعلانات. الاعلانات دي انت لما بتتفرج عليها، انا كصاحب محتوى او كصاحب اللينك او صاحب الحاجه اللي انا بدالك تحملها، انا مش هاخد منك فلوس فيس تو فيس او هاخد منك مقابل الحاجه دي، لا، كل الحكايه اللي انا بحط لك الرابط مختصر او بعديك على شويه اعلانات، بحيث ان انت لما تعدي على الاعلانات دي بتتحسب لي انا في موقع اختصار الروابط دي ان دي زيارة جت على اللينك بتاعي، بالتالي انا ببدأ اتحاسب على كل 1000 شخص هيعدوا على اللينك ده بمبلغ معين من المال، بيتراوح من $5 ل $15 على حسب الدولة اللي جت منها الزيارات دي. دي كانت فكرة اختصار الروابط بكل سهولة. طب احنا دلوقتي مش جايين نعرفك استراتيجية ازاي تجيب زبون لاختصار الروابط، لا، النهاردة انا جاي اعرفك ازاي يبقى انت صاحب موقع اختصار روابط. الموضوع ده ليه كتير من المزايا والاهميات. من اول المزايا والاهميات دي ان انت هتبقى نايم والفلوس بتتحسب لك او في ناس شغالة عندك. هتقول لي لا انا مش فاهم ايه الكلام ده، ممكن توضح اكتر؟ كل الحكاية يا شباب ان اختصار روابط انت مش بتبقى شغال لوحدك في الموقع، انت بيبقى مثلا عامل اعلان للموقع ده عند قنوات كبيرة او حتى قنوات صغيرة، المهم ان انت بتروج للموقع ده والموقع ده بيتعرف، فبالتالي الناس بتدخل تشتغل عشان هي تكسب فبتجيب لك زيارات. كل ده طبعا بيخش على الدومين بتاعك او بيخش على الموقع بتاعك، فبالتالي انت قاعد باشا واللينكات عماله تتحط والناس تبعت لك زيارات، سواء اصحاب قنوات سواء ناس عاديه شغاله على الفيس شغاله في اي مكان في العالم، عمالين يجيبوا لك زيارات من جميع انحاء العالم، وانت بتعملش اي حاجه. كل الحكايه ان انت صاحب الموقع بس، كل اللي انت بتعمله هو انك بتركب الاعلانات الغاليه او بتركب الاعلانات اللي انت شايف ان هي مكانها كويس او هتجيب لك ارباح. وفي نفس الوقت الحاجه الثانيه اللي بتعملها هي انك بتدفع للاعضاء اللي جابوا الحد الادنى للدفع او الاعضاء اللي وصلوا للحد الادنى من الدفع وحققوا الشروط عشان يسحبوا والموقع بتاعك يزداد الثقه بتاعك. انك تنشئ موقع اختصار روابط في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، فدي هتبقى ميزه قويه جدا ليك، لان الوقت اللي احنا فيه دلوقتي زي ما احنا عارفين كتير جدا من المواقع بتاع اختصار روابط قفلت، قد يكون تقريبا 90% من مواقع اختصار روابط قفلت. كمان المواقع الموثوقه زي جيتس يو ار ال وات فلاي والمواقع القديمه قللت الحد الادنى للدفع جدا ل $1 و$2 وارقام، يعني زي ما نقول ارقام هبله ما ينفعش اصلا موقع يشتغل بيها. فدي تبقى فرصه كويسه ليك انك تبدا مشروعك في موقع اختصار روابط وتبدا تعمل ترويج واعلانات وتنشر الموقع ده بشكل كويس جدا. الموقع هيسمع معاك وهيبقى من المواقع الكبيره جدا في عالم اختصار الروابط. هتقول لي طب كفايه كلام لحد كده، انت عمال تحمسنا وتقول لي ان الموضوع ده كويس، هل الموضوع ده فعلا ارباحه كويسه؟ هل فعلا ارباح الموضوع ده تخليني ادفع فلوس ان انا اعمل موقع وادفع فلوس في اعلانات؟ احب اقول لك ان انا كان عندي زمايل ليا اعرفهم معرفه شخصيه، كان اقل واحد فيهم بيحقق مش اقل من $2,000 أو $3,000 من موقعه بتاع
اختصار رابط شهريا من ادسنس. هتقول لي ما ادسنس دلوقتي بتقفل الاكونتات ومش عارف ايه، هقول لك انت عندك كذا اختيار. اول اختيار وهي انك تشتغل مع ادسنس، لان ادسنس من الاخر شغاله نصيب، يعني ممكن ادسنس يتقفل عندي ما يتقفلش عندك، دي حاجه بيبقى انت ونصيبك. طب لو انت لقيت ان ادسنس مثلا قفل الاكونت او انت مش هتعرف تتعامل مع ادسنس، مفيش مشكله، ممكن تبدا تشتغل مع شركات تانية زي شركه يليكس، بلوبلر ادز، وريفينيو هيتس. والثلاث شركات دول من اقوى الشركات اللي ممكن تستخدمهم في موقع اختصار الروابط، ودول ما عندهمش اي شروط ولا عندهم ان ده موقع مخالف ولا مش مخالف. دول الناس يعني بيقول لك هات زيارات ومالكش دعوه، ما بيهمهوش الزيارات دي جايه منين، ما بيهمهوش الزيارات دي عملت نقرات ولا لا. الكلام ده مش بيبقى زي ادسنس بالظبط ويقعد يقول لك دي نقرات غير شرعيه والموقع ما فيهوش محتوى والكلام ده، لا. الشركات دي بالنسبه لها الموضوع يعني سلس جدا، المهم زيارات وخلاص. فانت ممكن تشتغل مع اي شركه بديله، ممكن كمان تعمل موقع اختصار روابط وتخلي الموقع ده للاجانب فقط، بحيث ان الشركات البديله الادسنس بتبقى او بتحاسب بسعر اعلى او بسعر كبير جدا للاجانب زي امريكا وكندا والبلاد دي، انما انت لو خليته العرب ممكن يبقى السعر قليل. حاجه ترجع لك برده، ممكن تخلي النسبه الاكبر اجانب. هتقولي طب انا اعمل كده ازاي، وهي انك تكلم قنوات اجانب تشرح لك الموقع بتاعك، فبالتالي هيجي لك اعضاء اجانب، فبالتالي الاعضاء الاجانب هيجيبوا زوار اجانب، وبالتالي موقعك يعمل ارباح كويسه جدا. هتقولي تمام قوي الكلام ده، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ الحلقه دي يا شباب مش هجيب لك الكود اللي كله بيستخدمه بتاع ادفلاي وادخل اقول لك خد اهو الكود المجاني اللي هو اصلا بيبقى محطوط فيه اعلانات بتاعت ناس تانية اللي هم عاملين الكود او المبرمجين اللي عاملين كود، واجي اقول لك تعال اعمل موقع اختصار رابط مجاني واي كرواته وحط له اي صوره والكلام ده. لان يا شباب احنا بنتكلم في مشروع هيبقى مشروعك الدايم، انت هتستمر في المشروع ده لمده سنين، مش مجرد حاجه هتشتغلها اسبوع ولا شهر وهتوقف. فلازم تبني الحاجه او تبني الاساس ده صح. فانت دلوقتي عجبك الكلام وعايز تبدا الخطوات الصحيحه انك تعمل بيها موقع اختصار روابط من الالف للياء بالتصاميم اللي انت عاوزها، بشكل الموقع اللي انت عاوزه، بالشكل المميز اللي هيبقى مختلف عن السكريبت المجاني اللي كله بياخده واللي بيبقى مليان اعلانات مفيروسه او اعلانات بتبقى بتاعت اشخاص تانية اصلا عشان كده بيديهولك بشكل مجاني. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن شركه هي الراعي الرسمي للفيديو ده، وهي شركه بوفامي. شركه بوفامي هي شركه برمجه، شركه بتعمل اي نوع موقع انت عاوزه ايا كان شكله ايا كان تصميمه. يعني من الاخر كده الشركه دي عامله بوست، والبوست ده برعايه الحلقه بتاعتنا النهارده، وان شاء الله في البوست ده هيبقى كمان انا هديك كود هتلاقيه تحت في صندوق الوصف، لو دخلت كلمت الشركه دي هيعملوا لك خصم تقريبا 20 او 25% على سعر الباكج او سعر الموقع بتاعك. فخلينا نبص كده في البوست اللي هم كاتبينه. هم كاتبين هنا ان الناس اللي عايزه مواقع اختصار روابط، فالشركه بتقدم 3 عروض يمكنك الاختيار او يمكن اختيار عرض منهم. واول عرض هي انك تعمل لك موقع اختصار روابط كامل بتصميم مختلف وفريد. الموقع بس هيعمل 999 جنيه فودافون كاش اللي هي تقريبا 1000 جنيه، او الناس اللي عايزه بالدولار فبيقول لك هيبقى السعر ب 60 دولار فقط. لو العرض الثاني عايز دومين واستضافه مع الموقع بالتصميم وبشكل كامل، هيعمل 1650 جنيه او 100 دولار على البايبال. والعرض الثالث الموقع بيقول لك هيعمل لك الموقع والدومين والاستضافه، زائد هيسوق لك الموقع ويعمل لك اعلان في قناه يوتيوب كبيره فيها اكتر من 50,000 مشترك، يعني هيعمل لك اعلان عند قنوات وكده، وده هيبقى عامل تقريبا 2500 جنيه او 150 دولار على البايبال. طبعا الكلام ده شباب من غير حساب الادسنس، لان الشركه او شركه البرمجه مش هتتدخل في خصوصياتك. انت واحد من الناس عايز تشتغل مع ادسنس او عايز تشتغل مع شركه بديله زي ما قلت لك، الموضوع هيرجع لك، فهي ملهاش دعوه بالاعلانات اللي انت عاوز تحطها، هم مالهمش دعوه بالحكايه دي. هو كل الحكايه ان هيعمل لك موقع باللوجو بالتصاميم بكل حاجه بالالوان اللي انت عاوزها بالشكل اللي انت عاوزه، وبيبقى شغل احترافي. فانا هسيب لكم رابط الصفحه، وهسيب لكم رابط البوست اللي في العروض، وهسيب لكم زي ما قلت لكم كود خصم بنسبه 25 او 20% على الاسعار اللي انت شايفها قدامك دي. فبالتالي انت لو مثلا عايز الموقع فقط وانت هتتصرف في الدومين والاستضافه، فانت ممكن تدخل تطلب العرض الاولاني مثلا ان هو ابو 60 دولار ده، فتاخد كمان خصم 20%، فالموضوع هيرسم معاك على 45 دولار 46 دولار، حاجه زي كده. فانا اظن ان دي حاجه كويسه جدا وعرض كويس جدا، وشكرا لشركه بوفامي سوفت وير على الاعلان ده او على الرعايه للحلقه اللي هي اتبنتها دي. بس كده شباب، ده كان موقع. الموقع ممكن كله ياخد منك
بتكاليفه بدنيته باعلاناته. مثلا نقول لو انت هتختار العرض الثاني اللي هم الدومين والاستضافه والموقع وكل الكلام ده ب100 دولار، لو قلت انك هتعمل اعلانات برضو ب100 دولار، فالموقع كلفك 200 دولار او 150 دولار، زي ما بقول لك مش اقل من 1500 او 3000 دولار شهريا ارباحك من موقع اختصار الروابط وانت نايم وانت ما بتعملش اي حاجه. وكان في برضو مقوله انا قريتها قبل كده بيقول لك لو عايز تبقى غني او اول خطوات انك تبقى غني انك تدور على شغلانه بتجيب لك فلوس وانت نايم. ما ينفعش تبقى شغال عدد ساعات معين بتاخد في مقابله راتب، ولو انت ما عندكش عدد الساعات ده او لا قدر الله تعبت او حصل لك اي حاجه الراتب ده مش هتاخده. انما بكده انت ممكن تستثمر مبلغ بسيط في الحكايه دي، وبالتالي المبلغ ده يبدا هو الناس تشتغل عندك زي ما بنقول ويسجلوا في الموقع من القنوات اللي هيشوفوا في الاعلام فيها وكده، ويبدا ان انت تبقى صاحب موقع اختصار رابط من المواقع القويه جدا. بس كده شباب، ده الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتك او افكار المشاريع بتاعتنا بتعجبك، اتمنى تعمل لنا لايك على الفيديو ده، وكمان ما تنساش تعمل اشتراك، تدوس على الزرار الاحمر تحت الفيديو، وتاكد كمان انك مفعل الجرس او دايس على زرار الجرس علشان لما انزل فيديوهات جديده تبدا توصلك ان شاء الله. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Run free and dive into the sky. Here goes.